مؤكد ان بيتسو موسيماني يا باشمهندس حاسم اموره كلها. يعني شوف انا يعني لو سالتني انا انا غير مهتم بكل الكلام ده خالص، لا يعنيني انا. مالي، اعمل اللي انت عايزه وانا عايز اشوفك في الملعب. هتقول لي يستعد بجديه، هتقول لي روح معنويه عاليه، هتقول لي ولا هتقول لي جاموندي بيقول، جاموندي بيعيد، موسيماني بيقول. انا كل اللي يعنيني يوم السبت شكلنا هيبقى عامل ازاي. بس طيب بيتسو موسيماني عارفينه، بقول لكم قابل الوداد 10 مرات ودي ال11، اللي هينافسه مين بقى؟ جاموندي الارجنتيني. بصوا نتيجه النظام المنضبط في الدوري المغربي دي اهم حاجه. الدوري المغربي يا جماعه بتديره رابطه محترفه، اللي نفسنا ومونا عنينا، ويا ريت وزاره الشباب والرياضه، لان انا النهارده قريت خبر مهم انه الاستاذ عمرو الجنايني واتحاد الكره بعتوا لوزير الشباب والرياضه عشان ياخدوا موافقه على اشهار رابطه الانديه المحترفه. حتى الان الطلب من اول اكتوبر مركون في الوزاره. انا كل اللي يهمني الرابطه دي هيبقى اختصاصها ايه؟ توصيات ولا قرارات؟ لا قرارات. هي هتاخد الجزء الاقتصادي ولا مش هتاخد الجزء الاقتصادي؟ هتاخد كل ما يتعلق بالمسابقه. انا بقول لكم ده بمناسبه المغرب. ليه؟ اللي المغرب فيه دلوقتي ان عندها الرجاء والوداد بيلعبوا سيمي فاينل دوري الابطال، ونهضه بركان وحسنيه اغادير الاثنين في السيمي فاينل في الكونفدراليه. المغرب الاولى دلوقتي في التصنيف دول القاره. انت عارف ال 12 دوله الاولى من ال 54 اللي في الاتحاد الافريقي، ال 12 دوله الاولى دول اللي بيشاركوا بمقعدين في دوري الابطال وفي الكونفدراليه. المغرب رقم واحد في هذا التصنيف. ليه واحنا ما احنا عندنا برضه نفس الشيء؟ ما انت الثاني، مصر الثاني، بس في الخمس سنين الاخيره نتائجهم كلها سبقاك. فبالتالي عندهم اربع انديه في السيمي فاينل. ليه؟ جوماندي اللي هيلعب اللي هيواجه بيتسو موسيماني، جاموندي الارجنتيني، كان بيدرب حسنيه غدير في بدايه الموسم. الوداد لعب في ودانه وخده. الوداد غير اربع مدربين السنه دي، يعني جاموندي ده الرابع. انت كان عندهم مدرب صربي في البدايه، ثم جابوا ديسابر الفرنسي، فاكر ديسابر اللي كان هنا؟ ولما راح اوغندا قال لك الماتش عندك كده، وداه اوغندا عشان يجيبوا الاهلي. اهو راح اوغندا وما جاش الاهلي، طلع على المغرب. يا اخي حاجه غريبه، الراجل ده مدرب كويس بس ما بيقعدش في حته. حظوظه وحشه. ما بيقعدش في حته. يعني حتى هو كان ماشي كويس مع الاسماعيلي ما قعدش. فبقول لكم شوفوا ضوابط الاحتراف. عشان المدرب جاموندي كان موجود في حسنيه اغادير، عندهم قرار من الرابطه المحترفه مفيش مدرب يدرب فرقتين في نفس الموسم. احنا خدنا القرار ده السنه الجايه باذن الله. ففكره المدربين بتوعنا اللي ممكن يغلط في الشنطه اللي معاه، هي دي شنطه فرقه دي ولا دي، لانه كل اسبوعين هو في فرقه. ده كلام بينتهك خصوصيه النادي. انت بتيجي تدير الفرقه بتطلع على كل اسرارها الفنيه، بتشتغل معاهم شهر وتروح سايبهم. ده انت بتجيب لهم لعيبتهم وبتجيب اللعيبه. فبالتالي رابطه الانديه المحترفه حكمت على الوداد انه جاموندي المدرب ما يديرش الوداد، فعينوه مشرف على الكوره تحيلا. قال لك ما يقعدش على الدكه عم حارس. ما يقعدش على الدكه، ما يقعدش على مقعد المدرب. فبقى كمل الدوري كله هو في المدرج. يوم السبت اول مره جاموندي الارجنتيني هيقعد على الدكه، لان المباراه افريقيه، لو كانت في الرابطه المغربيه ما كانش سمحوا له. بس هو ده الانضباط، وهي دي ثمره ان تبقى عندك رابطه محترفه عامله تقريبا مليار ونص عوائد المسابقه.